الصباحية مع انطلاقة شوطنا السادس في تعداد أشواط صباحي هذا اليوم. شوطنا السادس وهو الشوط الخاص بالحول المهجنات الأصايل وشعارات أبناء القبائل الحاضرة بكل قوة في هذا الانطلاق وفي هذا التحدي وفي هذا المسار المتميز على أرضية هذا الميدان، ميدان المرموم تحفة الميادين بدانة الدنيا دبي، وهذا المهرجان الغالي ختامي المرموم. شوطنا السادس يحمل في طياته العديد والعديد من الأسامي اللامعة، الأسامي اللي صالت وجالت، الأسامي اللي سطرت إنجازاتها بحرف من ذهب حتى وصلت هذه الفئة العمرية مع الكبار وتحديات الكبار. صدارة هذا الشوط والبداية والمقدمة وأرهني اللي قادت المجموعة الشاهينية محمد بن راشد بن حريحل المزروعياتي بالتقدم والدفاع الشاهينية، وهي تسيطر كل السيطرة على مجريات هذا الشوط منذ البداية، تليها من الجانب الآخر، من الجانب الآخر أرى التحديات القادمة مع الشاهينية، عوض بن حمد الخاصون الاجتبي، ولكن القدوم التحديات لجلمودة، من تصل في هذه اللحظات، من تتسلل مع المراكز المتقدمة، سليم بن مسلم بن قزول العامري يأتي بتحديات جلمودة اللي بدت بالتسلل والانطلاق مع المراكز المتقدمة. المركز الرابع وصول وتحديات مع مياس مبارك بالعود بن حمد بالعود العامري، يقدم مياس على مستوى المركز الرابع. خامس الانطلاقات من الجانب الآخر، من الجانب الآخر نتابع تابع في هذه اللحظات القدوم مع ظن محمد بن سلطان بن مرخان الاكتبي، يقدم ظن على مستوى المركز الخامس. سادس الانطلاقات، سادس التحديات، ريفال وراشد بن محمد بن علي المنصوري متابعا لريفال مع المركز، مع المركز السادس. المركز السابع تصل تتقدم محذاف الثاني بن عبيد بن سعيد بن كديدة الفلاسي، ياتي بتحديات محذاف مع المركز السابع، بينما اذا انطلقنا مع المركز الثامن وصول في هذه اللحظات والتقدم لصبا لسعادة احمد بن سلطان الحلامي، ياتي بتحديات صبا مع المركز الثامن. تاسعا مشاهدينا متابعينا الكرام نتابع المركز التاسع وهواي القادمة لسعيد بن ميثان بن خلفان الشامسي، ياتي بهذا الانطلاق على مستوى المركز التاسع. عاشرا مشاهدينا متابعينا الكرام التقدم في هذه اللحظات نتابع المركز العاشر وصول في هذه اللحظات لمزنة عمران بن سلطان بن تريم الاكتبي، يقدم مزنة مع المركز، مع المركز العاشر. هذه النتيجة، هذه النتيجة للعشر المراكز المتقدمة في أول ندى، أول تحديات هذا الشوط في مسافة ورحلة 8 كيلومترات، مغادرتنا لحزام الغابات الأول في هذا الانطلاق وفي هذا التحدي المثير، ولكن بنعود مع الصدارة. نتابع مجريات هذا الشوط بهذا الانطلاق المتميز، الصدارة والبداية والمقدمة، وأرى هناك جلمودة من قادة المجموعة، سليم بن مسلم بن قزول العامرياتي بتحديات جلمودة من قادة المجموعة من انطلقت بناموس هذا الشوط. هذا الأداء المثير وبهذه التحديات الرائعة نتابع المركز الثاني، نتابع الشاهينية، نتابع الشاهينية
مع المركز الثاني منذ البداية، منذ البداية والتنافس الواضح والباين على صدارة هذا الشوط. الشاهينية لعوض بن حمد الخاصوني الاجتبي يقدم هذا الاسم. المركز الثالث ياتي شعار محمد بن راشد بن حريحر المزروعي يقدم الشاهينية مع المركز الثالث. رابع الانطلاقات من الجانب الاخر مياس ومبارك بن حمد بالعود العامري من ياتي بهذا الانطلاق بالتحديات مياسة من الجانب الاخر ما اخذت لها الزاوية بهذا الانطلاق. مبارك بالعود بن حمد بالعود العامري يعلن هذا الانطلاق، هذا الاندفاع على مستوى المركز الرابع. ومع المركز الخامس اراد التسلل التقدم في هذه اللحظات ظن بشعار محمد بن سلطان بن مرخان الاكتبي مقدما لظن مع المركز الخامس. سادس ارى القدوم في هذه اللحظات والتسلل مع هوايل سعيد بن ميثان من خلفان الشامسي ياتي بتحديات هوايل مع المركز السادس. وعلى مستوى المركز السابع وصول في هذه اللحظات ما شاء الله نتابع التقدم والانطلاق لمحذاف ثاني بن عبيد بن سعيد بن كذيدة، ولكن تصل مزنة عمران بن سلطان بن تريم الاكتبي يقدم مزنة اللي بدت في التسلل مع المركز السابع. المركز التاسع انطلاقة ريفال راشد بن محمد بن علي المنصوري، ومع المركز العاشر انطلاق ايضا وتحدي قادم من صبل السعادة احمد بن سلطان الحلامي. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام. اكملنا النداء الثاني للعشر المراكز المتقدمة في هذا الشوط وبهذا الانطلاق وبهذه التحديات الرائعة، الصدارة والبداية والمقدمة. وارى هناك اللي على راس الحربة اللي قادت المجموعة بهذا الانطلاق المتميز. مياس من تتقدم، من تنطلق بناموس هذا الشوط. المبارك بالعود بن حمد بالعود العامري يقدم مياس بهذا الانطلاق المثير وبهذه التحديات الرائعة. ولكن شعار الخاصوني عوض بن حمد الخاصوني الاجتبي ياتي مع الشاهينية مع المركز الثاني منذ البداية. قمة التحدي والإثارة بهذا الانطلاق وبهذا الاندفاع المثير اللي وصلت مع المركز الثالث. أرى التحديات الهوايل سعيد بن ميثان بن خلفان الشامسي ياتي يتقدم بتحديات هذا الاسم مع المركز الثاني. المركز الرابع مزنة عمران بن سلطان بن تريم الاكتبي، وأرى الانطلاق أيضا مع المركز الخامس شعار صعب المضمرين محمد بن سلطان بن مرخان الاكتبي يقدم هذا الاسم مع المركز الخامس. سادس الانطلاقات الجلمودة سليب بن مسلم بن قنزول العامري. نتابع المركز السابع الشاهينية محمد بن راشد بن حريحر المزروعي، ومع المركز الثامن وصول في هذه اللحظات مع راهية حمد بن سعيد بن مطوع بضحي الاجتبي، ومع المركز التاسع انطلاقة ريتال لسعيد بن منانة بن غدير تتقدم بأول ندى تتسلل تتقدم مع المركز التاسع. عاشر الانطلاقات، عاشر التحديات. نتابع صبا لسعادة أحمد بن سلطان الحلامي. هذه النتيجة للمراكز المتقدمة في هذا الشوط. ولكن مياس يرت الشوط بعدت المسافة مع الاتجاه السليم والصحيح إلى خط النهاية بشعار مبارك بالعود بن حمد بالعود العامري يقدم تحديات مياسة وهي تنفرد انفراد كلي بناموس هذا الشوط. أهالي زاخر هم الأقرب لناموس هذا الشوط مع هذا الانطلاق المتميز ومع هذه العروض الرائعة.
الرائعة والمتميزة اللي تقدمها مياس، وهي تنفرد بالصدارة، تنفرد بالمقدمة. نتابع المركز الثاني، نتابع التسلل والتقدم لظن مع المركز الثاني لمحمد بن سلطان بن مرخان. الاكتبي وصلت هوايل لسعيد بن ميثان بقلوان الشامسي مع المركز الثالث. المركز الرابع داتي ريتال لسعيد بن منان بن غدير، ومن الجانب الاخر مزنة عمران بن سلطان بن تريم الاكتبي. ومع المركز الخامس تحديات الشاهينية عوض بن حمد الخاصون الاجتبي. هذه النتيجة للمراكز المتقدمة في هذا الشوط، ولكن بنعود مع الصدارة. نتابع البداية والمقدمة، ومياسة من تنفرد بناموس هذا الشوط بهذا الانطلاق المتميز، بهذه العروض المثيرة والرائعة. أهالي زاخر هم الأقرب مع هذا الانطلاق المتميز. سلام مياس سلام بهذا الأداء المتميز وبهذه العروض الجميلة والرائعة. تنفرد انفراد كلي بناموس هذا الشوط وبهذا الأداء المتميز. اللحظات الأخيرة، ومياسة هي الأقرب بشعار مبارك بالعود بن حمد بالعود العامري. سلام لزاخر سلام بهذا الانطلاق المتميز بدون أي منافس بدون أي منازع. انطلق بتحديات هذا الشوط واللحظات الأخيرة، اللحظات الجميلة المتبقية من عمر هذا الشوط. تهانينا المبارك بالعود بن حمد بالعود العامري على فوز مياسة بالمركز الأول. المركز الثاني جاءت زعفرانة لمحمد بن سيب بن فاضل المزروعي. المركز الثالث هو عد لمحمد بن راشد بن محمد العذبة. ومع المركز الرابع عمران بن سلطان بن تريم الاكتبي ياتي بتحديات مزنة. المركز الخامس كان الدخول جماعي بن حيلهن لاعضاء خط النهاية. نعود مشاهدينا متابعينا الكرام مع التوقيت الزمني ولحظات الوصول الى خط النهاية. مياسة 12 دقيقة 24 ثانية وست اجزاء من الثانية توقيتها الزمني في مسافة ورحلة 8 كيلومترات، بينما اللي وصلت مع المركز الثاني ايضا التوقيت الزمني 12 دقيقة 26 ثانية، 3 اجزاء من الثانية. وتوقيت وتحدياتي وانطلاقة زعفران لمحمد بن سيب بن فاضل المزروعي، بينما اللي وصلت مع المركز الثالث. جاءت ايضا 12 دقيقة 26 ثانية، 3 اجزاء من الثانية. هو توقيت وعد. تهانينا لمحمد بن راشد بن محمد العماني العذبة مقدما لتحديات وعد مع المركز الثالث.